خلينا كمان نروح لمؤتمر مهم جدا جدا النهارده، كان الظهر وكان مؤتمر صحفي يعني ما بين بنك سعيب النادي الاهلي والنادي الاهلي، وشهد المؤتمر ده حضور مجلس اداره النادي برئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب وطارق الخولي رئيس مجلس اداره الاداره والعضو المنتدب لبنك سعيب عشان يتحدثوا عن بنود الشراكه ما بين المؤسستين اطر التعاون، وده طبعا خلال الفترة اللي جاية. والمؤتمر بيعلن عن انه مسؤولي البنك بيعلنوا عن طرح بطاقتي الاهلي التيتانيوم الائتمانية والاهلي مسبقة الدفع، وده يا جماعة التعاون ده ضمن استراتيجية البنك التوسعية اللي يعني بيستهدفوا من خلالها توفير احدث الخدمات المصرفية اللي بيقدمها النهاردة لعملائه. النهاردة كابتن محمود الخطيب كان بيتحدث خلال المؤتمر الصحفي ده عن الشراكة دي، الشراكة اللي بتجمع ما بين النادي الأهلي مع كافة المؤسسات، وأكد أن علاقة النادي مع الرعاة قائمة على الاحترام والعمل من أجل تحقيق أفضل الاستفادة بين جميع الأطراف. كمان السيد طارق الخولي بيعبر عن اعتزازه الكبير بالتعاون المشترك مع نادي القرن، ولفت إلى أنه دي شراكة استراتيجية وليست علاقة رعاية فقط، وأبدى سعادته بالنجاحات اللي بيحققها فريق الكورة في الفترة اللي فاتت، أبرزها طبعا الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية. في ختام المؤتمر ده مدير البنك قام بإهداء الكابتن الخطيب بطاقة ائتمانية باسمه، وطبعا الدروع التذكارية كمان تبادلوها. تعالوا نروح نشوف التقرير ده، بعد التقرير نطلع فاصل، وبعد الفاصل البيت الكبير مستمر. فعلا احنا بنتكلم في بنك سعيب من قلبنا، الشراكه ديت ممتده من 2015 زي ما الكابتن محمود الخطيب قال في المؤتمر، واحنا الحقيقه يعني حريصين على الاستمرار فيها كالبنك الرسمي الراعي للنادي الاهلي الحقيقه. وباكوره انتاجنا هو اصدار بطاقات الائتمان التيتانيوم وبطاقات البريبيت كارد دفع الخصم المباشر البلاتينيوم باسم النادي الاهلي، اللي مش هتبقى مطروحه لاعضاء النادي الاهلي ولا مشجعي النادي الاهلي بس، ولكن لكل عملاء بنك سعيب الحقيقه. وده هيبقى قاعده عريضه. احنا السؤال اللي اتسالناه ان ممكن يكون الاهلي فانز مشجعي الاهلي على الويب سايت اكتر من 60 مليون مشترك، فانا بقول انا بستهدف 70 80 مليون بطاقه، فطبعا دي مبالغه، بس ده حرص منا على ان احنا الحقيقه الشراكة مع النادي الأهلي قلعة الرياضة في مصر، نادي القرن، الإنجازات والبطولات اللي النادي الأهلي حققها على مدار تاريخه. والحقيقة إحنا الحمد لله من بداية الرعاية للنادي الأهلي كان وشنا كويس كبنك على النادي الأهلي، واستمرار في الاستثمار الرياضي الحقيقة اللي اتقال في المؤتمر. إحنا كبنك مستعدين للدخول في كل الاستثمارات الخاصة بالنادي الأهلي للإدارة الحكيمة الحقيقة، للمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والوعية اللي موجودة في النادي الأهلي. إن شاء الله لسه في حاجات كتيرة جاية. طبعا إحنا بيشرفنا إن إحنا يكون في شراكة وبين بنك من أكبر البنوك المصرفية في السوق المصري، بنك سعيب. إحنا الحقيقة في حاجات كتيرة ابتديناها من شهر، وكانت بداية لتمويل مقابل تقسيط العضويات النادي الأهلي. التمويل ده مش مجرد ان احنا فلوس بناخدها وخلاص، لا، كان له غرض وكان له هدف، وكان الاساس بتاعه انشاء صالات كاراتيه وجمباز وسكواش ومبنى اجتماعي بالشيخ زايد، جراج للاعضاء في مدينه نصر. فده يعني هدف ان احنا حاجه زي دي بتعود بالنفع على النادي وعلى الرياضة المصرية وعلى جماهير وأعضاء النادي الأهلي. المردود بتاعها بيعود بالنفع على الكل، وبتبقى حاجة مدروسة، مش مجرد إن إحنا بناخد فلوس وخلاص، لا، إحنا بناخد فلوس راحة فين، بتعود إيه المردود بتاعها. الحاجة النهاردة التانية، وده تاني حاجة، اللي هي بطاقة الائتمان دي، طبعا بيستفيد منها النادي والعضو والجمهور.
اتسهلت الحصول على البطاقة، يعني العضو أو المشجع مش سهل يحصل على البطاقة كده، اتسهلت بياخد مميزات ما كانتش موجودة في أي بطاقة تانية. ولسه في إن شاء الله مشاريع كتيرة جدا كاستثمار رياضي، أنا بقول إن ده استثمار رياضي لأن أي حاجة بيستغل فيها اسم النادي الأهلي بتعود بنفع على النادي وعلى الرياضة المصرية، يبقى ده اسمه استثمار رياضي. طبعا الـ 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 دي نقطة البداية اللي احنا يعني بنشتغل عليها. طبعا كان في تحضيرات كتيرة ما بيننا وبين النادي، فدي نقطة البداية. ابتدت بإصدار الكروت اللي هي البلاتينيوم كارد والبري بايد اللي هو البطاقات مسبقة الدفع. احنا عندنا في البلاتفورم بتاع البنك في مجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية اللي احنا بنشتغل على تطويرها، ودي هيكون لها نصيب أكبر لأن احنا نقدر نتواصل مع كل ما هو له علاقة بالنادي الأهلي، سواء أعضاء النادي سواء مشجع النادي الأهلي. فإحنا بندي كل المزايا اللي موجودة، بالإضافة طبعا بنحط بعض الإضافات اللي إحنا بنخصص بيها مشجع النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي في نفس الوقت. فالتوجه العام التوسع في الخدمات الرقمية، الإنترنت بانكينج، الوالت، الموبايل بانكينج، ودي منتجات موجودة أساسا وإحنا بنحاول نوصل بيها بشتى الطرق إلى أكبر شرائح لعملائنا. وطبعا إحنا بنستخدم بقى المعلومات واستخدامات الأعضاء إن إحنا نقدر نوصل ونقدر نطور هذه الخدمات علشان تعود بالنفع للعملاء، وطبعا وبتدي ولاء أكتر لمشجعي النادي.